تحدثت اليوم جزيرة تاكاتا البرازيلية التي تبعد ساعة إبحار عن ميناء ريو دي جانيرو، وذلك لاكتشاف المكان والابتعاد عن ضوضاء المدينة الصاخبة. فهنا لا توجد مركبات ولا أصوات محركات، فقط قوارب وشواطئ ومناظر خلابة. وللتنقل في الجزيرة أستقل دراجة هوائية فريدة. هيا بنا. مرحبا إيرابوا، وصلت متأخرا، أعطيتني موعد الساعة الرابعة. أنا بخير. لماذا لا يوجد مركبات في هذه الجزيرة؟ فقط دراجات هوائية. لماذا؟ حفاظا على بيئة هذا المكان الجميل، قوات الدفاع المدني والطوارئ ورجال الإطفاء هم الوحيدون الذين يملكون مركبات على هذه الجزيرة. هل تحب العيش هنا أم في ريو دي جانيرو؟ هنا طبعا. لماذا؟ حياتي هادئة هنا وصحية، أمارس الرياضة والسباحة وصيد الأسماك في أوقات فراغي. حسنا، هيا بنا. إلى اللقاء. إلى جانب شواطئ هذه الجزيرة الخلابة، كنت متشوق جدا لرؤية أشجار البابوبال 20، وهي أشجار إفريقية ضخمة نجد فقط على هذه الجزيرة التي تم اكتشافها من قبل الفرنسيين إبان حكم الملك هنري الثاني، ويقطنها اليوم ما يقارب 4000 نسمة. O rio corre pro mar, cidade maravilhosa, por isso é que eu vivo a cantar. السعادة تلف المكان هنا مثل نسيم عليل، شيء من الفرح والنوستالجيا يلف الألوان في بلدي. الألوان، ليث بزاري، العربية، ريو دي جانيرو، البرازيل.